ليه الاهلي بيكسب وماشي كويس؟ عشان حاجات كتيره. تعالوا نبص لحاجه واحده. بعد ما الاهلي اتغلب امبارح، طبعا هزيمه الاهلي امبارح لا تؤثر باي شكل من الاشكال على مسيره الاهلي ولا ليها لازمه. يعني هل الاهلي بعد الهزيمه هيفقد المقدمه؟ لا. هل الاهلي بعد الهزيمه امبارح هيضيع عليه الدوري؟ لا. ماتش زي قلته. الاهلي اتغلب ونتيجه تقيله ولكن ماتش زي قلته مش هيأثر على الاهلي في اي شيء. مجلس اداره الاهلي عمل ايه؟ اجتماع حاسم لمجلس اداره الاهلي، وقبل الاجتماع تم تبليغ خالد بيبو يبلغ اللعيبه ان في عقوبات ماليه كبرى على لعيبه الاهلي. عمل عقوبات على لعيبه الاهلي، ده لسه واخدين كاس مصر، ايوه. ده واخدين دوري ابطال افريقيا، ايوه. ده في كاس العالم للانديه اخدوا البرونزيه، ايوه. عقوبات على لعيب الاهلي، ما ينفعش نتغلب. ده الماتش مش هيأثر مع الاهلي، عقوبات. جيش. طب الزمالك بقى اللي وضعه صعب، هل سمعت حاجه؟ فوق يا لبيب. صحنيش. احنا بنغير الصورة الذهنية ازاي؟ عقوبات على اللعيبة. طب هل اكتفى مجلس ادارة الاهلي بالعقوبات فقط؟ لا. ايقاف المستحقات حتى عبور الماتشين بتوع سيمبا. يعني مفيش مستحقات الفترة اللي جاية دي غير لما تعدي ماتش سيمبا، لما تعدي وتصعد. يعني المستحقات اتوقفت وفي غرامة هتطلع لكل لعيب لن تقل عن حوالي 100,000 جنيه. يا عم ده الاهلي مش هيأثر معاه الهزيمة. جيش. عرفتوا ليه الاهلي بياخد بطولات؟ في حكام بتساعده، الواد اللي هو بتاع ابغي جون، ايوه، في عوامل، ايوه، ولكن في عوامل تانية. يعني لو هم كلهم مثلا 50 عامل، ده عامل اللي انا بقوله لك ده، وفي 49 تانيين التوفيق والحظ وي، ولكن في عامل بقى من ال 50 بقى اللي هو ايه؟ الانضباط. جيش. عشان كده لعيبه الاهلي بتخاف من مجلس ادارتها وبتخاف من الجمهور اللي بيمسك كل لعيب بيسلخه. مش احنا من غيرك ضايعين يا زيزو؟ ربنا يقدرنا ونكمل من غيرك يا زيزو. لا. جيش. طيب هل الاهلي عمل كده بس؟ لا. ايه اللي حصل تاني؟ يعني لعيب زي اكرم توفيق خارج امبارح، شاط، عارفين البوكس، الايس بوكس ده اللي هو بيبقى على الارض، وهو خارج الزار كان متضايق، حد مضايقه وحد مزعله، راح شايط الايس بوكس برجله، يعني شاطه برجله كده. عدت في الاهلي؟ عدت؟ لا. والله 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 احمد سيد زيزو في ماتش بيراميدز، مش فاكر، مع اوسوريو بدله، راح خارج لبس واخد اوبر واخد بعضه ومشي. الموسم اللي فات مش فاكر مين كان المدرب، زعل ان هو اتغير، راح لبس واخد اوبر ومشي، ما استناش زمايله ولا اتفرج على الماتش ولا استنى الماتش. انما اكرم توفيق شاط الايس بوكس برجله، عملوا عليه ايه؟ تحويله للتحقيق. انا مصادري جوه الاهلي اقوى من الزمالك، اللي انا بقوله لك ده ما تقوليش مش هيحصل، بيحصل. النهارده طلع قرار بتحويل اكرم توفيق للتحقيق، وهيتم توقيع عقوبه عليه غير العقوبه اللي هتتوقع عليه بتاعه الهزيمه.
ادي ده بس مثال صغير ازاي الاهلي بيكسب. سبب من 50 سبب بقى انت عد 49 الباقيين، انما انا بديك سبب واحد. ده سبب، ده سبب. لا مش هبعد عن زيزو، انا مش هسيب زيزو الا لما يعمل حاجتين، يا اما يمشي يا اما ياخد الفئه الاولى اللي هي ال 10 مليون ولا ال 12 مليون، غير كده انا مش هبعد عن زيزو. انا بقول لك اهو، انت بقى اللي مش عاجبك ما تسمعنيش. انا مش هسيب زيزو غير لما يحصل حاجتين، ياخد 10 مليون في السنه او يمشي. انا مش هسيبه، والله ما هسيبه، بحلف بالله. فانا ما حدش ليه حاجه عندي، انا كده. عشان اللي بيقول لي ابعد عن زيزو مش هبعد عنه، اسوأ لاعب في الفرقه. ادي اللي بيكسب الاهلي، ادي اللي بيكسب الاهلي.